السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمنت اللاعبة المصرية ولاعبة النادي الأهلي المصري جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه المصري الميدالية البرونزية على الأقل، وذلك بعد صعودها إلى نصف النهائي مسابقة الكاراتيه تحت 61 كيلو في أولمبياد طوكيو 2020 الصيفية، وذلك بعد أن تغلبت في مستهل مشوارها في بطولة الكاراتيه أو في مسابقة الكاراتيه من المجموعة الثانية على اللاعبة البروفية 2-0، ثم تغلبت على اللاعبة الأوكرانية 2-1، ثم تغلبت على اللاعبة المغربية 5-0. بهذه النتيجة تضمن جيانا الصعود دون النظر إلى مباراتها الأخيرة. إذا استطاعت جيانا الفوز في مباراة النصف النهائي سوف تلعب على الميدالية الذهبية، أما إذا خسرت لا قدر الله فإنها سوف تكتفي بالبرونزية. ألف مبروك العرب الميدالية 13 لهم والرابعة لمصر والأولى للاعبي النادي الأهلي في تلك الأولمبياد الصيفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.